هنا في حي الازدهار، الحي يعني الدولة صرفت عليه واحد العدد ديال الأموال في البلان داميناجمون، يعني في الرسم التهيئي للحي، وخصت له مرافق للقرب باش الساكنة كلها تمتع به بهاد المرافق. مع الأسف تم تحويل المرافق الأولى، كانوا واحد ثلاثة ولا أربعة المرافق. المرافق الأولى جات البلدية وعملت فيها، كان مرفق مخصص، مرفق عام مخصص، المرفق بلدي، وتم التحويل ديالو إلى مساكن لأشخاص. هذه يعني التجاوز الأول. دوزنا واحد المدة واتصلنا بالرئيس آنذاك سي فوزي بن علال، ودرنا معه واحد عدد ديال الاجتماعات، وهاد الاجتماعات فرزت لواحد الاتفاق اللي هو هاد الأرض اللي احنا واقفين فيها، اللي فيها تقريبا 7000 متر، نخصوها لساكنة حي الازدهار، يعني نديروا فيها واحد المساحة خضراء، واحد المساحة للقرب، تكون فيها يعني الرياضة، تمارس فيها الرياضة، وتكون فيها قاعة متعددة الاختصاصات. ماشي البقعة الأرضية باش من الفيلات أو الناس تشتغلوا في العمارات، هذه بقعة مخصصة لمرافق عمومية، دار شباب، مكتبة عمومية، ملاعب القرب إلى غير ذلك. فنفاجأ منذ عدة أسابيع أن هناك مشروع تفوت هذه البقعة لإنشاء مدرسة حرة. احنا مدرسة حرة عطا الله الأراضي، ما كان عندناش أي تعارض على أي مشروع استثماري يفيد البلد ويفيد التلاميذ، ولكن هذا المتنفس الوحيد لهذه المنطقة ديال الحي، ونتمنى ونطالب أن يبقى الحال كما هو عليه، كما تم إعطائنا الوعود بأن هذه المنطقة، هذه البقعة تبقى مرفق عمومي. بإضافة ذلك أن هناك قبلتكم كتشوفوا مدرسة ثانوية إعدادية وثانوية تعقل مصور، اللي فتح أبوابها منذ 7 سنوات، وكتشوفوا أن حتى المدخل ديال الحي ماشي مدخل كيسمح باش تعدوا جوج مدارس، مدرسة عمومية ومدرسة حرة خصوصية، يعني فين يقفوا السيارات. كتشوفوا دابا اليوم الحد والدنيا خاوية، وكتشوفوا الطرقان ضيقين، يعني حتى الحي في حد ذاته الطرق حد ذاتها غير مؤهلة باش تكون هناك مدرسة حرة، ويجوا الآباء وحطوا هنا وليداتهم، وتقع الفوضى ويقع الزحم والكسايد والمشاكل. هاد البقعة راه كانت يعني 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 موضوع اعتراض وتعرض سابقا، هذه تقريبا 3 سنوات، يعني كانوا بغاو ياخذوها ويديروا فيها سكن من 3 طوابق، والساكنة تجندت ووقفت وداروا تعرضات، والحمد لله جاب المفعول ديالو. ودابا عاوتاني من بعد مدة عاوتاني سمعنا انهم عاوتاني غادي ياخذوه باش يديروا فيه امور تجاريه لا علاقه لها ب يعني يعني المتطلعات ديال الساكنه. فهذا اللي كيخلي اننا كنناشدوا المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار هذا المطلب ديال ان هذه البقعه تخصص للمرافق القرب باش الحي يكون عنده بعدا عنده لو مينيموم. كيف تشوفوا الحي هذا؟ كاين فيه بزاف البني، كاين بزاف تاع الفيلات، 220 فيلا، كاين بزاف تاع الباطيمات، فالارض الوحيده اللي بقات خاويه هي هذه، وتمنينا انه تكون ملاعب القرب او لا تكون منتزه اخضر للساكنه، او لا تكون شي حاجه متخصصه بالثقافه على العموم. تمنينا انه سميتو الناس يفهموا بان راه تيخصنا حتى حنا نحافظوا على واحد المرافق اللي ترجع بالنفع على 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 الساكنه، وما يكونش دائما غالب بني، سينا الحي غادي يضيع. حنا كنتشبتوا باخر بقعه اللي كتواجد، اللي حنا كنتواجدوا فيها دابا، وكنتشبتوا يعني بها باش نجزوا فيها واحد المشروع
اللي يكون مخصص للثقافة، مشروع ثقافي، مشروع ترفيهي، وهذا هو اللي كنطلبوا في حي الازدهار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.